إيران وراء هذه الفصائل. هذه الفصائل من تضرب أربيل بأوامر وبعلم من إيران. هذه الفصائل من ضربت مصطفى الكاظمي بعلم وبدراية من إيران. هذا الشيء يجب أن يتحملون مسؤوليته. هذول فصائلهم مو فصائل العراق. هذول هم يتبعوهم. يقولوها بالتلفزيون. نحن إذا صارت حرب بين العراق وإيران نصير مع إيران. يقولوها بالتلفزيون. نحن نتبع خامنئي. إحنا نقلد خامنئي. شخص أجنبي يقلده. فالقصد أنه هذا الموضوع يجب أن نحله. إحنا نريد علاقة متوازنة طيبة مع جيراننا إيران. إحنا ما نقدر نخلي العراق على شروخ وناخذه غير مكان. راح تبقى إيران جيراننا. لكن في نفس الوقت هذه العلاقة الشائبة سيكون مردودها عكسي. الإيرانيين المشكلة يصدقون المنافقين العراقيين اللي نفسهم هوسوا الصدام. نفسهم دولة قالوا للصدام سيدي إحنا فدائنا لك. قام يقولوا له القاسم السليماني إحنا ولدنا فدائنا لك. هذول كذابين يا أخوان بإيران. هذول راح يوقعوكم بورطة. العراق إذا انفجر عليكم بعد ما تقدرون تسيطرون عليه. صدقوني لا تتصورون أنتم بواسطة كمنافق ميليشياوي راح تقدرون تسيطرون على 40 مليون عراقي. هذه نكتة. هذه كارثة. أنتم تضعون نفسكم في كارثة. هاي نصيحتي الحقيقية إلى الإيرانيين. لا تصدقون هالمتملقين.